والبداية عن الطقس. ناس كتير بتسأل هو الجو شوية ساقعة وشوية حر، يا ترى ده هينتهي إمتى؟ النهاردة هيئة الأرصاد الجوية كشفت خريطة التنبؤات الجوية وقالت إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى بدايات الأسبوع المقبل. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، هو معانا على التليفون. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. أهلا بحضرتك. عايزين نعرف الموجة الحارة دي هتستمر لغاية إمتى، ومتوقع درجات الحرارة توصل لكام؟ بالفعل يمكن احنا كنا اصدرنا نشراتنا مسبقا اننا بدايه من اليوم بدانا بالفعل ندخل في بدايه ارتفاع تدريجي في درجات الحراره. الارتفاع التدريجي اللي بدا اليوم كان ارتفاع بمعدل درجتين تقريبا عن الامس، يمكن سجلت العظمى اليوم على القاهره في حدود ال 32 درجه مئويه، وصلت ل 37 على جنوب الصعيد، وده يعتبر هو بدايه موجه من حاره الى شديده الحراره. الموجة دي إن شاء الله مستمرة معانا زي ما خرائط الطقس والتوزيعات الضغطية عندنا بتشير إنها مستمرة على الأقل حتى نهاية الأسبوع القادم، يعني طول الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هيكون في درجات حرارة مرتفعة وأعلى من معدلاتها الطبيعية. بكرة هتكون درجات الحرارة أعلى من اليوم بمعدل درجتين لثلاث درجات، يعني اليوم سجلنا 32 درجة على القاهرة، بكرة إن شاء الله متوقع نسجل 35 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى، هتصل ل 40 على شمال الصعيد وفي حدود ال 32 ل 34 على محافظات الساحل الشمالي. ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة هنحس بيها، خاصة إننا خارجين من درجات حرارة كانت منخفضة نسبيا، صحيح، كانت أقل من ال 30 درجة مئوية. يوم السبت والحد القادمين إن شاء الله أو على مدار الأسبوع اللي جاي هتكون درجات الحرارة أعلى، هتبدأ تتراوح ما بين ال 35 ل 37 بالنسبة للقاهرة الكبرى، دي بالفعل ارتفاعات كبيرة، هتوصل ل 42 على جنوب الصعيد، يمكن أكثر المحافظات اللي هتتأثر بهذه الموجة من ارتفاعات درجات الحرارة هي المحافظات الجنوبية، محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة متوقعة على مدار الأسبوع اللي جاي. يمكن الموجات شديدة الحرارة اللي كنا بنشوفها على مدار فصل الربيع في الأيام اللي فاتت كانت بتستمر يوم أو اثنين، أيوة، لكن الفرق إن الموجة الحالية الخرائط بتشير إنها مستمرة معانا حوالي أسبوع تقريبا، وده على الأقل ممكن تكمل بعد الأسبوع. كمان في اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر بالأمس ومستمرة اليوم وحتى غدا الجمعة إن شاء الله، في ارتفاع في الأمواج على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وغير مؤهلين تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية. ممكن بكرة نلاقي نشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية كمان، لكنه هيكون بشكل ملحوظ على محافظات شمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية ومناطق من جنوب سيناء، ممكن يكون في مع بعض الإثارة للرمال والأتربة هناك. طب متوقع ان ده يأثر شويه في المحاصيل مثلا او كده؟ بالتأكيد، يمكن ارتفاعات درجات الحراره لما بترتفع عن معدلاتها الطبيعيه بيكون ليها تأثير على كافه مناحي الحياه من ضمنها الجانب الزراعي. اكيد طبعا بيكون في تنسيق ما بين هيئه الارصاد الجويه بشكل كامل مع وزاره الزراعه، في يعتبر موبايل ابلكيشن مشتركه في الهيئه العامه للارصاد الجويه مع وزاره الزراعه بالنسبه، عظيم، للمزارعين، وبيبدا ينشر بعض التوقعات الجويه، وبناء عليه وزاره الزراعه بتبدا تدي نصايحها للتعامل مع هذا الطقس الحار. هي القصه في الموجه الحاليه انها مستمره شويه، يعني مش موجه سريعه زي اللي كنا بنشوفها الايام اللي فاتت، لكن ما قالها الى الانكسار برضه، يعني هتنكسر ولو بعد اسبوع مثلا إن شاء الله. ده اعلى من، طالما اعلى من المعدلات الطبيعيه اكيد هيجي عليها وقتها تعود مره اخرى لمعدلاتها الطبيعيه باذن الله ان شاء الله. دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا لحضرتك على المداخله الكريمه دي.